فاللي يمشوا في الشارع كل اسبوع كلهم دون الثامن عشر او معظمهم يحدث بالكوف يموت ناس يضرب نار وفي الاخر الحدث لن ينالوا عقاب. الصحافة تعمل حملة وانتم تقدرون على ذلك، تناشدوا رئيس الجمهورية ان ينزل بسن الحدث الى 14 سنة، وقانون القانون المواثيق الدولية تعطي الحق لكل دولة في تحديد سن الطفل، يعني ما فيش حاجة دولية تحظر هذا. 14 سنة كويس قوي 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 قوي.